عليكم، مرحبا بكم في وات ام لدى. غادي نقدم لكم واحد ديسير بلون لذيذ بزاف ورائع جدا. عندي هنايا جوج حبات ديال لافوكا متوسطه، ماشي كبار ماشي صغار، عادي نورمال قطعتهم على هذا الشكل هذا. عندي هنايا جوج صاصيات ديال فلون بهذا الشكل هذا، عندي فلون عادي، عندي لتر من الحليب، عندي لتر من الحليب. السكر كيبقى على حسب الذوق، غادي نبداو على بركه الله. غادي نجيب فلون عندي هنا، غادي نخلطو مع السكر باش ما يطلق ليا جوج الحبيبات اللي كيكون فيه. وصدقوني كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وكيجي رائع بالنسبه للوليدات او بالنسبه للضيوف ديالكم، وساهل دغيا كيوجد. نبداو هنايا نخلطو مع سكر سنيده، نخلطو بهذا الشكل هذا باش ما يخلي لي جوج الحبيبات، نخلطوه مزيان. غادي ندير الحليب ديالي، غادي نديرو هنايا. بعد ما خلطت فلون مع السكر سنيده باش ما يخليش دوك الحبيبات هنايا، دابا غادي ندير هاد لتر حليب هنايا، هاد لتر من الحليب هنايا غادي نديرو في الميكسر هكا. وغادي ندير هاد لافوكا حتى هي غادي نديرها نخلطها، غادي نخلط العناصر جيدا كاملين، غادي نديرهم. وغادي نخلط حتى هاد فلون السكر سنيده هنايا، غادي نديرهم يطحنو نطحنهم. وغادي من نطحنهم ونشوفو الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. وهذا هو فلو ديالنا ولافوكا ديالنا كيف كيجي. بعد ما غادي نمشي نديرو يتغلى، غادي يتغلى نديرو كيغلى. بعد ما تغلى ليا الحليب ديالي وفلون ولافوكا ها هو، وغادي نمشي نقدمو في كيسان كؤوس التقديم ونشوفو الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفلو ولافوكا كيف كيجي. كيجي لذيذ لذيذ بزاف وكيجي رائع، وصدقوني بالنسبه للضيوف الا قدمتوه كيجي لذيذ، وبالنسبه للاطفال ديالكم حتى هو اكيد غادي يعجبهم. انا زينته بعد شويه ديال الكراميل وشويه ديال لافوكا، وانتم تزين كيبقى الاختيار ديالكم. وما تنساوش الا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لايك وشاركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. التعليقات ديالكم اللي كيشجعوني دائما، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.